طيلة عقد من الزمن وبالعزيمة ذاتها يواصل محافظ الشرطة جعفر خرشي مزاولة مهامه كربان حوامة بالوحدات الجوية التابعة للأمن الوطني. فبعد تخرجه كمهندس دولة في الطيران من جامعة سعد دحلب بالبليدة تلقى تكوينا مكثفا وعدة تربصات بأرض الوطن ليبرز كطيار يشهد له بالكفاءة. أحد الطيارين البارزين في الوحدة الجوية للأمن الوطني، مشهود له بالانضباط والمواظبة وأداء مهامه على أكمل وجه. بعد الاجتماع التقني يتجه جعفر إلى مستودع الحوامات للقيام بالمهمة الموكلة إليه. بالنسبة للمهام اليومية أقوم بطلعات دورية نهارية وليلية، الهدف منها هي التغطية الجوية في سبيل ضمان انسيابية حركة المرور والحد من حوادث المرور، خاصة ساعات وين يكونوا النقاط السوداء، ومن خلال النقل المباشر والآني للأحداث. وطموح الطيار المكون يبقى ملازما لجعفر. أصبح طيار مكون سكريبتور بيلوت حتى أقدم الخبرة التي اكتسبتها خلال المشوار المهني والتكويني للأجيال الصاعدة. خريج الجامعة الجزائرية محافظ الشرطة جعفر خرشي واحد من بين الكفاءات التي أثبتت النجاعة في الميدان من خلال أدائه لمهامه على أكمل وجه.